توني، هذه خطيرة جدا، كوليباري خطيرة، والهدف لفريق الجيش الملكي. هي الكرة، كوليباري البديل كريم، كان خطأ في الإبعاد من المحسن العشير. إذن الخطأ هنا يمكن أقول بأنه مضاعف جدا، والمزغودي لا يضيع مثل هذه الفرص، وبالتالي إذن كريم بن عريف، إذن بناء كان جيد ومنسق لفريق الجيش الملكي. مهدي النملي يرفع الكرة، والتسديد والهدف متعادلة. مهدي النملي أرفع الكرة وتسديدة خبا، وكما ليك حاجة أمير السعدي نتابع